صباح الخير. اليوم راح أتحدث عن المدرسة التكعيبية، لكن قبل الحديث عن المدرسة التكعيبية بحب أمر وأتحدث عن المدرسة أو الحركة البدائية. كما قلنا سابقا أنه في بداية القرن العشرين ظهر العديد من الحركات الفنية نتيجة تغير الأفكار بالمجتمعات، نتيجة ظهور مثلا الاشتراكية، الحريات الفردية، وأصبح مطلب للشباب البحث عن هاي الحريات الفردية. هاي الحريات الفردية كان لها انعكاس واضح على الفنانين، أن كل فنان وجد حريته في التعبير عن أشكال التعبير، حريته في أشكال التعبير والموضوعات اللي بيتطرق لإلها في أعماله الفنية. وهذا السبب أدى لنشوء كثير من الحركات الفنية، زي ما حكينا سابقا، كيف الحركة الوحشية، الحركة التعبيرية والتكعيبية والبدائية والمستقبلية، وهناك حركات أخرى كمان كذلك. ومن الحركات اللي ظهرت هي الحركة البدائية، وهي الحركة كثير ركزت على الفن البدائي بعيدا عن التعليم الأكاديمي، إذا كيف بتتم الدراسة للظل والنور ورسم الأشكال والأمور هاي. من أهم فنانين هاي الحركة اللي هو روسو، اللي هو يعتبر زعيم لهاي الحركة ولهذا التوجه. هذا الفنان كان بيسموه فنان الجمرك، كانت عنده فرصة كتير، إنه خدم بالجيش، ذهب للمكسيك، عاش في الغابات هذا، وحاول ينقل بطريقة فطرية ساذجة رسم الموضوعات هاي، وبخيال كتير، في نوع من الطفولة في أعماله. فمن أهم أعماله المشهورة اللي بتعبر عن هذه السذاجة والبساطة في التعبير، اللي لاقت فعلا إقبال كبير لما عرضها أول مرة في باريس، وشجعوا كثير النقاد مثل بولينير، حتى بيكاسو أعجب بأعماله، سيزان أعجب بأعماله، في بالروح التعبيرية اللي موجودة بداخل هذه الأعمال. هلا من أهم أعماله وأشهرها اللي هو الغجر النائم. هاي بتمثل اللوحة، هاي غجري نائم في الصحراء، في أسد بجنبه، جنبه قيثارة وجرة. إذا بنلاحظ أسلوب الرسم هون، ما في مفهوم المنظور نهائيا، ما في حتى درجات اللونية، بمفهوم بسيط جدا. حتى القمر والنجوم كيف مرسومين بشكل، حتى القمر بنلاحظ إنه في مثل وجه الجرة إذا بنطلع بس. لكن هاي اللوحة فيها حالة من الانسجام، فيها بتعبر عن حالة هدوء، في كتير جميل، فيها فطرية في الرسم بعيدا عن المفاهيم العلمية والكلاسيكية. فهاي اللوحة كانت من الأسباب الأولى اللي يعني اللي خلت النقاد ينتبهوا لهاي التجربة الفنية اللي فيها صدق في التعبير. عشان هيك مثلا روسو كان عنده دعوة للعودة للفن البدائي والفنون الإفريقية، وهذا موجود عنده بهاي اللوحة. هلا حتى عالم الخيال بتاعه، مثلا هاي لوحة شهيرة جدا كمان لها اسمها الحلم، هذه رسمها في باريس، رسمها هاي اللوحة، بس لكن من تجربته طبعا في الغابات. إذا بنلاحظ هاي اللوحة قديش ملانة بالتفاصيل، الطيور، أول شيء امرأة عارية موجودة على كنبة، بنلاحظ هون في أفعى، بنلاحظ هون في أسد، في لبؤة، في عازف مزمار، في طيور موجودة، في ثور موجود، هون طيور أخرى. لوحة غنية بتحس فيها عالم الطفولة. هاي اللوحة رسمها في فترة انتشار الوباء الطاعون في فرنسا وفي أوروبا بشكل عام. فهون نشوف الفنان راح لعالم آخر، يعني رحلة للغابة اللي هي براسه رسم هاي اللوحة. وهون لوحة أخرى كمان بتعبر عن أسلوبه اللي مليء بالتفاصيل، كمان نشوف أوراق الأشجار، نشوف الشمس كيف أورانج من ورا جاية، يعني في نوع، في شيء طفولي في الموضوع. بنشوف هون البوم، بنشوف هون في فهد، في أسد على غزال، وكل ما طلعنا راح نلقى كتير من التفاصيل بلوحاته لهذا الفنان. هذه المدرسة كتير تركت أثر في عالم الكرتون، إذا بنلاحظ كتير من كرتون الأطفال رسم بهذا الأسلوب، خاصة بالكرتون الحديث. أنا لاحظت عدة برامج كثير متأثرين بأسلوبه لهذا الفنان. فالمدرسة الفنية هاي البدائية مدرسة مهمة نطلع عليها ونشوف أعمالها، يعني ونشوف أعمال روسو بشكل أكبر يعني. ف هذا بشكل يعني سريع عن روسو. بعدها راح ننتقل ونتحدث عن المدرسة التكعيبية. المدرسة التكعيبية من المدارس الفنية المهمة، وإذا بتتذكروا مسبقا إحنا تحدثنا عن سيزان كأبو الفن الحديث، هو اللي بشر بالمدرسة التكعيبية، خصوصا أن اهتمام دراساته كانت بالدراسة الهندسية لرسم المشهد الطبيعي وتحويل الأشكال
ترجيع الأشياء لأصولها الأولى زي الأسطوانة والكرة والمخروط، وهذا الشيء كثير أثار اهتمام بعض من الفنانين اللي كان لهم دور في ظهور الحركة التكعيبية، لأن اعتبروا سيزان مرجع لهم. وهم فنانين هون اثنين هم بيكاسو وجورج براك، اللي هم المؤسسين الفعليين لهذه المدرسة التكعيبية اللي فيما بعد انتشرت هي لكثير من الفنانين يعني، وأخذت أشكال مختلفة. لكن أهم فنانين أسسوا لهذه المدرسة هم جورج براك وبابلو بيكاسو. استندوا لدراسات علمية في أعمالهم الفنية اللي اشتغل عليها. هلا نبدأ مثلا لحد إنه هدول الفنانين في مرحلة من المراحل كانت لوحاتهم بتشبه بعض، يعني ما بنفرق لوحة بيكاسو عن لوحة جورج إبراك. خصوصا هون هذا نموذج من أول، يعني هاي من بسموها التكعيبية التحليلية، اللي هي تحويل الأشكال المرسومة بالكامل لأشكال هندسية. واشتغلوا على الألوان البسيطة بين البنيات والأخضرات والرماديات فقط. فهاي لوحة عندنا لبابلو بيكاسو، في لوحة لجورج براك. إذا بنلاحظ قديش الأسلوب قريب لحد إنك ما بتقدر تميز لوحة هذا الفنان عن هذا الفنان، يعني عشان هيك بس المختصين بالفن يعني ممكن يقدر يميزوا هاي الأعمال. حتى هون إذا بنلاحظ عشان ندخل أكثر تفصيل، هي عملية تفكيك الأشكال وإعادة صياغتها من جديد. مثلا بنلاحظ هون في لوحة هنا في بورتريت موجود، وهون إذا بنلاحظ في فيجر امرأة موجود حاملة آلة موسيقية، لكن بحاجة لتأمل أكثر. من أشهر اللوحات في المرحلة يعني نقسم التكعيبية لثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي المرحلة الاختزالية، اللي هي بدأ فيها اختزال تبسيط الأشياء. من أهم اللوحات المشهورة لجورج براك في هذا اللي هي لوحة النورماندي، ميناء النورماندي. إذا بنلاحظ هون هو مشهد طبيعي، لكن تم من خلال ضربات اللون والمساحات اللونية تم تحويله لهندسية معينة. بس بنلاحظ انه هون في مثلا المنارة موجودة، هون في السفن والأشرعة تاعت السفن والصخور الموجودة، لا زال في شكل بصري نقدر نمسكه فيه. هو اختزال للمشهد الطبيعي وتحويله للأشكال الهندسية. بنشوف كمان بهاي المرحلة لوحة لبيكاسو من هاي المرحلة كمان. هون لوحة لبيكاسو فيها مشهد طبيعي بذكرنا كثير بأعمال سيزان، هاي اللوحة كيف لما بلش يختزل ويحول الأشياء لأشكالها الهندسية. بس هون عندنا مبين مشهد في بيوت، في منارة، في نخل، في جبال موجودة، لا زال الشكل البصري مقروء. هذا في المرحلة التكعيبية اللي بسموها المرحلة الاختزالية. بنروح بعد هيك للمرحلة اللي هي أكثر كانت تعقيد ومش سهلة، اللي هي بسموها التكعيبية التحليلية. من اللوحات اللي ذكرناها هون، من اللوحات اللي راح نذكرها لوحة لجورج براك، هاي لوحة صغيرة اللي هي نحاول نكبرها، اللي هي اسمها كمانجا وبليت. هون في الكمانجا وفي عازف معها موجود. شوفوا اللوحة هون، أول شيء الألوان اختزلة كلها بين درجات البنيات والرماديات. ونشوف هون لبيكاسو لوحة لاعب الأكورديون مثلا، هاي كمان نفس الشيء من المرحلة التكعيبية الاختزالية. شوف هون تفكيك الأشكال بالكامل وإعادة صياغها بأشكال هندسية، يعني بنائها من أول وجديد. فهاي لوحة عازف الأكورديون، هون الشكل البورتري تاعه بنلاحظ، بس يعني هو إعادة تفكيك الوجه بالكامل، إعادة تفكيك الآلة بالكامل، الإيدين، الجسد كله بالكامل. بعدين في المرحلة الأخرى كمان، اللي هي مرحلة اللي بنسميها المرحلة التكعيبية التركيبية، اللي أدخل فيها جورج براك وبيكاسو أسلوب جديد اللي هو أسلوب الكولاج، في تدخيل يعني مواد جديدة على العمل الفني. ونشوف هون هاي لوحة من لوحات بيكاسو، عازفة المندلين، اللي هي من التكعيبية التحليلية. بنلاحظ كمان هون في امرأة موجودة عم تعزف على آلة المندلين، كمان نفس الشيء تفكيك الجسد كله وإعادة صياغته لأشكال هندسية جديدة. خلينا نروح هون بالضبط. هون في عمل لبيكاسو من أعمال هاي اللي بيسموها التكعيبية التركيبية. إذا بنلاحظ كيف مدخل الحبل، مدخل أشياء من القشون مع رسم موجود في نفس الوقت، بس في اختزال الألوان. وفي نشوف عمل آخر كمان لجورج براك هون، إذا بنلاحظ هذا في لبيكاسو كمان، اللي هو
صحن فواكه وكمانجا، كمان نفس الشيء. شوفوا الجرايد، الجرايد هون مدخلة بالهاد، ورق ملون يعني، ففي رسم وفي صور في نفس الوقت، في مجلات وجرايد، وهذا كثير موجود في عدد من الأعمال تاعت بيكاسو وبراكاي، وظهر في كثير مدارس فنية بالمرحلة السريالية، ظهر بالدادائية كمان، ظهر فيها تدخيل الكولاج، لكن أول حدا استخدم الكولاج بالفن هو نتذكر ماتيس في المرحلة الأخيرة بحياته، لما بلش يستخدم الورق الملون نتيجة المرض تاعه وعدم قدرته على استخدام الألوان، فبلش يعني بألوان القواش يلون الورق ويعيد قصقصته وصياغته من أول وجديد. بس هون هناك كان في شيء زخرفي، هون لا، في لوحة وفي تكوين وفي موضوعات، هي جورنال جزء من جريدة مثلا موجود. هون في كمان لوحة أخرى لجورج براك من هاي المرحلة اللي هي التحليلية التركيبية، شفتوا هون مدخل حتى الخشب يعني طبيعته زي ما هو مدخل. نفس الشيء الآلات الموسيقية لها حضور، اللي هي هاي كمان جمع نوتة، إذا ملاحظين هاي ورقة النوتة ورقة مدخلها طبيعية ومدخل أجزاء من الخشب ومكمل عليها بالرسم. هاي بالنسبة للمراحل الثلاث، اللي هي أول شيء المرحلة التركيبية، المرحلة الاختزالية، بعدين المرحلة التحليلية، بعدين المرحلة التركيبية. هلا جورج براك استمر في هاي المدرسة اللي هي المرحلة التركيبية بأعماله لحد ما مات تقريبا، كل أعماله بظلت بهذا النفس، عشان هيك ممكن ما معروف كثير بقدر ما هو معروف بيكاسو. بيكاسو كان أكثر فنان باحث، عشان هيك انطلق بيكاسو من التكعبية لمدارس أخرى، لكن هاي التكعبية تركت أثرها على الفنانين وظهرت عند فنانين كثير راح نأخذهم فيما بعد في الأبستراكت، لأنه كان نتيجة يعني حولوا التكعيبية للتجريدية، لكن المرجع كان عندهم تكعيبي بأعمالهم. نحكي عن فنان من أهم فنانين التكعيبية، جورج براك طبعا حكينا عنه بشكل عام هون، وبنحكي عن بيكاسو. بيكاسو هو فنان من عباقرة الفن بالقرن العشرين اللي كتير ممكن ينحكى عنه، لكن أنا بدي أحكي عنه بالمرحلة التكعيبية وما قبل التكعيبية، لكن فيما بعد رح نتحدث عنه كمان وعن أعماله الأخرى. بيكاسو هو فنان إسباني مواليد ملقا، فنانين العباقرة، يعتبر أهم فنانين الفن الحديث وأشهرهم أكثرهم إنتاجا كان. درس الفن في البداية في إسبانيا، بعدين توجه لباريس، أعجبته باريس وأقام في باريس في المرحلة الأولى. كانت حياته وظروفه صعبة الأولى، التقى مع بولينير والتقى مع سيزان والتقى مع كل الفنانين اللي كانوا يعيشوا في حي المونيمارت، وعاش في الفترة هذيك بنفس المكان، فعجب بالجو الموجود في باريس والحالة الثقافية والإنتاج الفني الموجود في باريس، فقرر الإقامة. نتيجة البؤس وفقره في المرحلة الأولى كتير كان موضوعاته الفنية، عشان هيك بقسم حياته لعدد من المراحل. المرحلة الأولى اللي هي طبعا الأكاديمية اللي هي موجودة أعماله سهل نوجدها، المرحلة بعدين المرحلة الزرقاء، المرحلة الزرقاء اللي بتركز كتير، اللي بتحكي عن البؤس والظلم والاضطهاد والفقر بالأعمال الفنية تاعته. لوحاته بيغلب عليها الطابع الأزرق زي ما احنا شايفين باللوحة، هان لوحة اسمها المأساة، هاي أب وأم وطفلهم، شوفوا وقفتهم في حالة في نوع من البرد بنتظروا بشيء. فهي اللوحة مثلا من اللوحات الأولى، بالإضافة مثلا لوحة شهيرة جدا أعتقد هي معروفة لإلكم كمان أو معروفة بشكل عام، اللي هو الختيار عازف الجيتار، كمان هاي من المرحلة الزرقاء، شوفوا قديش الضعف والهزل اللي موجود فيه، لكن في نفس الوقت يعني عم بيعزف على الآلة، وهي بتعبر عن المرحلة اللي فيها. بعد هيك راح لمرحلة بسموها المرحلة الوردية، اللي صار في أكثر أمل عنده لبيكاسو، فصار يرسم لاعبي السيرك، المهرجين، أشياء أكثر فيها حياة وحيوية. من لوحاته الشهيرة بالمرحلة هاي اللي هي، خلينا نشوف اللي هي عائلة، أوكي، هاي مثلا اللي هي عائلة سلتيم بانك، اللي هي ملاحظين دخلت في ألوان أكثر فيها حيوية، اللون الأحمر صار يغلب عليها الأعمال تاعته. بس شوفوا هاي فرق العائلة، هاي هي عائلة سيرك، فيها الأطفال والأم والأب والشاب وكله عازفين مع راقصين مع لاعبي سيرك. هو بنشوف كيف الانتقال، بس هون هذا كله في المراحل الأولى من أعمال بيكاسو، يعني هاي الأعمال الباحثين في الفن بيعرفوها لبيكاسو، لكن بيكاسو معروف أكثر بتجريديته وأعماله التكعيبية وتجريديته والتجارب المهمة بالفن فيما بعد اللي أطلقها، ففي الأعمال أكثر، هاي الأعمال يعني للباحثين والدارسين مثلنا احنا نتعرف عليها، لكن هي مرحلة كبيرة وإنتاج كتير كان عنده بأعماله. ومن المرحلة هاي كمان بختار لكم هذا النموذج اللي هو البورتريت، شوفوا فيها هاي التعبيرية بالأعمال،
شوف اللون الاحمر الباك جراوند ما اجملها الدرجات اللونيه هون. ضل بيكاسو بهاي المرحله لحد ما التقى مع جورج براك وجذبهم شغل سيزان لما شافوا شغله، ومن خلالها انطلقوا للتكعيبيه وبلشوا يعملوا دراساتهم اللي هي مستنده لشيء علمي في عمليه التحليل اللي هي المرحله ما بعد الورديه. من اشهر وكان هون في دعوه زي ما حكينا شفنا اعماله لروسو كانت تظهر في نفس الفتره تقريبا، كان في دعوه للفن الافريقي والفن البدائي كيف دعا جوجان لهذا الشيء قبل الفنانين المدرسه البدائيه اللي زعيمها روسو طبعا. وكان عنده كثير اهتمام بيكاسو بالفن الافريقي والبدائي، وظهر هذا بمرحله كبيره باعماله، خصوصا ان بيكاسو هو مش بس فنان عمل بيندينج كولاج، عمل سكالبتشر ونحت، عمل ازياء للمسرح للمسرح وللرقص، يعني كان هو فنان متعدد المواهب، لكن كل هذا من اطار الفن. لكن من اشهر اللوحات في هاي المرحله اللي هي كانت فيها تمهيد لتكعيبيه كمان، اللي هي لوحه نساء ايفينيون فيها خمس نساء شبه عاريات ملاحظين، فيها تحويل الجسد لاشكال هندسيه هون بدايه ما قبل التكعيبيه. هاي اللوحه رسمها حتى الوجوه بتذكرنا في الوجوه الافريقيه، اذا بنلاحظ هون كيف الوجوه الجمجمه الطويله وهون الحركه والعيون، حتى هون الحديه بالملامح بتذكرنا بنساء اللي رسمهم جوجان في هايتي، وفعلا هو من الناس اللي دعا يعني اشتغل على هذا الموضوع. هو فنان ذكي جدا وظهر هذا كثير في أعماله الفنية. بيكاسو كمان نفس الشيء طور في يعني هاي التكعيبية، ظهرت بعدها التكعيبية، ومن أعماله الأخرى اللي أنا بحب أوريكم إياها عمل له جميل جدا اللي هو الموسيقيين الثلاثة، وكيف توظيف الكولاج في نفس التسطيح في أعماله. إذا بنلاحظ هنا هاي موسيقيين ثلاثة عم بيعزفوا قاعدين، واحد عم بيعزف على الكورديون، واحد بيعزف على الكمان، واحد بيعزف على الفلوت أو الأوبرا أو آلة موسيقية. هاي كمان مرحلة من مراحله كديزاين كثير مهمة جدا أعماله لبيكاسو. هذا بشكل عام وسريع عن بيكاسو كفنان من فنانين التكعيبية، لكن هو زي ما حكينا هو فنان أكثر من ذلك، راح نشوفه في مدارس فنية أخرى. الفنانين يعني من أهم ميزات اللي ظهرت في المدارس الفنية في بداية القرن العشرين إنه الفنانين كانوا كثيرين التنقل من مدرسة لمدرسة. الفنان كان تعبيري وحشي فجأة يعني، وبعدين يلقى نفسه في التكعيبية، يدخل على التكعيبية ثم ينتقل للسريالية للدادائية. بيكاسو من هذول الفنانين اللي رسموا في التعبيرية اللي فيها نوع من الوحشية شوية، بعدين دخلوا للتكعيبية، تحول للسريالية، بعدين للتجريدية. هو نموذج من الفنانين، دوشام راح نحكي عنه فيما بعد، الفنانين اللي كثير تنقلوا ما بين المدارس الفنية. هذا بالنسبة للمدرسة التكعيبية والمقدمة اللي حكيتها عن النزعة البدائية أو المدرسة البدائية. شكرا لكم.